لابن جابر مناسبة معه، 3 عيال أكبرهم يمكن ما فارق البنبرز إلا قبل أسبوع. هم انتكوا بصدر المجلس وتكهم بجنبه وتكل ثواليل، من صغرهم ما تدود رجليهم على الكنب، لا قعداتهم فوق الكنب، وحطهم على اليمين وعلى الشمال يقعيد، والمجلس فيه شنبات والحاء والرجاجيل كبار وقاعدين بعيد. ليه؟ سعادته قاعدين بصدر المجلس وعياله واخذين الصدر أول مرة. هم تدور صنيتها الحلا ولا التمر ولا المبخرة، هم يصادرونها الثواليل اللي بجنبه ويقعدون خذي لا خذي، شوف الزرقاء خذ الحمراء، وعادي جدا فهيه وفهي وضحته من اذنه لما اذنه. هم اسوأ منه لمنهم قلطوا عاد على المناسبة، هم اللي قلطوا سلام كرات تكوا أحسن مكان، والرجاجيل قاعدين بعرضه بعيد، سعادته وعياله تكين بجنبه ويحوسون العشاء حوس. لا والناس يحاولون يبعدون عن عياله لأن بيشغلونهم بلا سبب، ينثر عليه ويلمس تشنقوه ويحوقوه، وعادي جدا برضه فه. أحيانا يصير العشاء والمناسبة بوفيه، هم ينحرون نمط من البوفيه محطوط فقط للشكلية، يعني هم يضفونه كله. يا أخي في حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش بالصفحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يا أخي عيالك ذولا وجهك في الشارع، إذا أنت مؤدب فهم مؤدبين. يحدثني واحد أنه حضر مناسبة والرجال مع الطفل لم يبلغ 9 سنين، يوم صبوا القهوة قالوا والله ما أبي أشرب إلا مسمار، راحوا سووا له مسمار. يقول أبوه عادي جدا ما تدخل أبدا، ثم عادي الله عاد تجي المرة تنزل هي وعيالها يدخلون بصالة الناس ولا استراحة، ثم تطرد هالعيال مثل الدجاجة بالعيش، يزلبون الدار زلب مزهرياته وتحفه وورده وشجر الظل والكنبات. إن تكلموا أهل البيت مشكلة، وإن سكتوا أشكل، ونسيت هالمرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة وتأتيه منيته وهو يؤمن بالله وتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، فليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وان تدخل احد وسكت عياله زعل، ليش يتعرضون لعيالي؟ ليش يهينون عيالي؟ ليش يعزمون ويهينون؟ ما هنوك يا اخي، انت تحمل سوء ادب. ثم تجي الطامته الكبرى عاد لمن المراه، والرجل قال: يا رب انا ولدي هذا موهوب، يلا يا فلان قلد الشيخ الفلاني، هم قام يقلد قلد المغني الفلاني والمنشد الفلاني، ويلا واخروا الماصات ترى عارف يسوي حركات، قم سوى الحركات. هم صارت هرجه الرجاجيل هالبقطه. أقول لكم بوضوح، ترى فيه ناس يكرهونهم الناس ويكرهون مجالسهم علشان عيالهم اللي هم مدلعينهم فوق اللزوم ولا أدبوه. ولا تحرج الآخرين بالسلام على عيالك وتحبيبهم، تخليهم يطمسون وتطيح عقلهم وتطيح شمغهم، ولا تبدأ ترفعهم وتعنقطون بهم علشان يحبونهم، ما له داعي.